Aide Marc, je sais Bien sûr, hein. نقدر نبدا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد وحوار حصري عبر قناتكم قناه القرب شوف تيفي. اليوم من خلال هذا الحوار ديالنا غادي نستضيفوا الفنان والنجم سيمي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك. اليوم نتلاقى معك. وا سي فري صافي ماما ما تلاقيناش و شاك فوا سي ان بليزير. الله يكبر بك مهدي. اول حاجه بغينا نهضر عليها هي المأساة او المناسبه الحزينه اللي عاشت لا فامي ديالكم جراء فقدانك الوالد ديالك. كيفاش عشتي الازمه وهاد الفتره؟ والله يرحمه مسكين. اش غادي نقول لك يعني الاجواء جو بونس كو كتكون صعيبه على اي واحد سورتو اللي حيت الموت ما كتجرباش ديما يعني كتجربها مره في شحال الوغ ملي كتفقد شي واحد يزعل لك سورتو لك الاب ديالك ولا هذا كتكون شويه صعيبه. والحاجه الوحيده اللي غادي نقول كنطلب من المغاربه كاملين يدعوا له بالرحمه والله يرحمه في هاد النار وزعما مازال يعيش ومازال هذا ولكن ربي بغاه هادشي اللي كاين. كان كيعاني من شي مرض قبل الله يرحمه؟ لا هو فاصون يعني ما كانش مريض ولا عنده شي مرض زعما خايب ولا هذا ولكن لا ما كانش كيعالج بالعكس كان اون فورم يعني في هذيك السيمانه اللي دازت اللي تي با بيان اي تو ومن بعد صافي داكشي. المهم اسباب عديده والموت واحده وصافي هادشي اللي كان كتاب عليه ربي بغاه ومشى. المهم هادشي اللي نقول سي فري كتكون صعيبه وما كنقدروش على الفراق ولكن والخبر اش غادي نقول لك كيكون كتلقى باننا في الاول ما تلقيناش حنايا راه فاش زعما فاش مات ولا فاش كان مريض ولا حيت كانوا مراحل هو فاش يعني فاش يلاه مرضيتو بيان سور كان اتصالات وهذا وكنت معاه وهذا وزعما لي تي بيان زعما ماشي شي واحد اللي كان ما كنتيش كتخيلوا هذيك المرضيه توصلوا للموت. لا ما كناش كنتوقعوا غادي يموت كنا كنقولوا صافي راه غادي يولي لاباس يعني هي رعيه وهذا راه غادي يولي لاباس صافي. مني تاوسبيتاليزا جلس واحد المده في لوبيتال حتى الطبيب حتى هو ما قالش لنا زعما راه غتكون قال لنا راه كيهضر وكنهضروا معاه في التليفون نورمال حتى واحد النهار مع الخمسه الصباح خير ولينا راه توفى وكنا تفاجئنا وكنا تصدمنا وما كناش متوقعين صراحه بانها غتكون ما موجدينش لا نفسيا اكثريه نفسيا ما موجدينش يعني الصدمه سورتو كيف ما قلت لك الموت كتكون صعيبه بعض الظروف اللي كنعيشو بلوس الظروف اللي كاينه دابا يا كتكون الامور شويه معقده. الحمد لله يعني ما تعذبش وكيف ما كنقولوا يعني والله يرحمه في هاد النهار وهادشي اللي نقدر نقول يعني حتى واحد ما كان احساس خايب وما كنتمناه حتى شي واحد ولكن راه ضروري واحد فينا كل واحد فينا في الحياه راه غيدوز منه هادشي اللي كاين. مهدي بما اننا حنا في مدينه الدار البيضاء وهي كتعرف هاد المدينه اليوم كتعيش ظروف استثنائيه في الحظر الصحي كيفاش كتعيش هاد الفتره؟ الوغ اش غادي نقول لكم الفتره اللي كنعيشو دابا هي فتره صعيبه صراحه حساسه وصعيبه بزاف وسورتو كوفيد 19 فاش كنبدا في لو موا دو مارس حتى واحد ما كان كيتوقع غيوصل حتى لهاد المده هادي. كنا كنقولوا راه المساله ديال شهر شهرين والامور غترجع الى مجاريها ودابا ولينا كنشوفوا هادشي بقى مازال غادي معانا وكاين توتر وحنا كنتعايشوا مع المرض دابا ولينا كنتعايشوا مع المرض وسورتو دابا حنا ما بقيناش عارفين يعني واش هادشي غيسالي دابا ولا مازال غيطول بالخصوص للناس تقاسوا يعني كساسوا اجتماعيا نفسيا كاع كيف ما نقولوا كلشي مستويات عده وكيف ما نقولوا حنا بالدارجه ترونات ما بقيناش عارفين ما بقاش واحد ولا بنادم شويه ستريسي ما بقاش عارف المستقبل ما عارفين شنو يوقع لا المستقبل سي سيغ حتى واحد ما عارف ولينا دابا خايفين غير ما نعاديوش بعضياتنا وخايفين على العائلات ديالنا باش ما يتعداوش وهذا هو الجو دابا حنا عايشين فيه الوقايه وما مرضوش وكتسمع يوميا في التلفازه الناس كتموت الناس كتعيش الناس كتداوى الناس كتصاب كيف ولات واحد لا بيرتورباسيون. وانا بعدا من هذا المنبر ديالكم كنطلب من كاع المغاربه الحذر 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 حيت هذا المرض صعيب وطونك باقي الدواء ديالو ما خرجش بطريقه رسميه الانسان خصو يحضر راسو الدواء الوحيد هو الوقايه والتباعد ويدير المسائل اللي خاصها دار تدابير الاحترازيه فوالا باش الانسان يحمي نفسه ويحمي سورتو عائلته والناس الكبار. كما كنعرفوا حنا ناقشتي واحد النقطه اللي مهمه وبغي نرجع عليها مع الناس اللي كيشوفونا هي الازمه ديال القطاعات. اذا ركزنا على القطاع ديالك والقطاع الفني كيفاش تعاملتي معاه فنيا لان انت مولفين هاد لابيريود كيكون لي فيستيفال لي سواغي يعني بزاف ديال الحوايج اللي كتكونوا لك صراحه دابا الوضعيه جد صعبه بزاف باسكو عمر شي عام تقريبا غادي ما داز في التاريخ ديال الفن في المغرب بهذه الطريقه يعني داز سنه بايضه ما كاينينش الملاهي اللي كيخدموا فيهم الناس ما كاينش حتى شي حاجه اي حاجه فيها تجمع
محبوسه الوغ اوتوماتيكمون كتكون واحد المعاناه كبيره. حنا عند الفنانين اون جينيرال سواء الملحنين الكتاب المغنيين الموسيقيين كل شيء واكل العصا ومازال ما عندناش يعني شي فيزيون يعني كلير اللي كتوضح بان هذه المساله غادا تسالي سورتو كو دابا كيف ما كتشوف باقي الغموض وما كاينش الوضوح. كاين واحد اللبس على الموضوع بما اننا كنناقشوا هذه النقطه هذه غنوقف على الحديد اللي اصبح الان حديد الساعه وكل شيء كبير وصغير كيهضر عليه هو الدعم اللي تلقاه بزاف ديال الفنانين. انا اللي عرفت على حسب معلوماتي انه 700 فنان اللي تقدم بطلب في لي زابيل دوفخ اللي كانوا. انت يا ولد دفعتي ما بين هاد 700 وشنو وقع؟ تقريبا شي 700 دوسي اللي نضي من دوك الناس كامل كوم يلفو. بيان سور بيان سور حطيت اللي حطيت الملف الفني هما دو توت مانيير في الوزاره الا كان شي دوسي ناقص كيعيطوا لك كيتصلوا بك يعني شي كومبليمون دوسي كامل كيتصلوا بك ما كاملش كيلغي غاية في نفس يعقوب كيقولوا انا علاش علاش انا وعلاش لي زوطر ما عمري ما غادي نقول لك علاش انا غير القلقات كانك ما تقبلتيش. شوف اي حاجه نقول عليها وسورتو في الظرفيه الحاليه سورتو في الظرفيه الحاليه حيت حنا ما خدامينش حيت حنا ما خدامينش دابا كان هذا هو المورد اللي قلتو ديالكم مثلا كان نو باش تقدر تنتج الامور اون اتوندون حين ما يسار كيف ما كيقولوا كتشوف راسك ما خدمتيش حتى شي حاجه ني فيستيفال ني سواري ني دات ني اشهار ني ريان دو تو فو با اوبليي كو كاينه حاجه اللي وقفات معنا هذا العام اللي هي ما نساوش خصنا نهضروا عليها سي كو حقوق التاليف البي ام دي الناس كاع اللي منخرطين فيه عاونهم سيتي لا سول سورس اللي هذا العام استفدوا منها الناس عاونت الناس اللي منخرطين الناس اللي كانوا كيدوزوا في البي ام دي اللي كانوا كيدوزوا في لي راديو واللي كيدوزوا في لي تيلي او موان هذا العام عاونهم البي ام دي مكتب حقوق المؤلف هادي عاون الناس اللي سي فري الناس اللي ما نخارطينش وحنا كنا كنغوتو زمان نخارطو كلاو العصا واللي كانوا معولوا على على الدعم وما خداوش زاد عاوتاني كلاو العصا يعني كيف في الناس عائلات وصار فنانين اللي كانوا حاطين اعمالهم على هذا الدعم هذا 700 يعني راه شوف شحال من فنان شحال من عائله غادي تخدم مع هذاك الفنان فهو العدد غيعطينا كبير المبلغ ديال مليار و400 مليون خلق واحد النقاش كبير. انت يا شحال كنتي حاط بلي مثلا بالتقاد هذاك لو بروجي ديالك؟ انا صراحه البيدجي اللي كنت حاط واقيلا شي 240 ميل درهم شي 24 مليون اللي كنت حاط اللي فيها البيدجي استيماتيف ديال البروجي اللي معايا تقريبا شي 12 موسيقي في استوديو في الموزيع في الكلمات في الالحان فيه وفيه وفي بزاف ديال لي فري ما دخلش لو كليب لا لا يعني غير الاوديو الانتاج ديال الموسيقى ديال الاغنيه ديال 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 هذا تو تون ساشون كوما كيعطيوك غير 60% من داك البيدجي. الناس نشرحوا الناس دابا هذه القضيه هذه دابا انت المبلغ مثلا انت طلبتي 24 مليون باش تقاد هذاك لو بروجي في لو دوسي دو كونداتور ديالك انت غادي خصك تحط منه من مالك الخاص او سبونسور ولا ميما جبتيهم 40% هما يعطيوك غير 60% يعني هذيك 24 مليون غادي يعطوك فيها 60% هادشي اللي كاين كيعطيوك 60% وديك 60% اللي كيعطيوك خصك تكمل انت لو غيست من جيبك وتكمل 100% ديال الاشهار اللي كيبيان زونكاجمون مع الناس اللي انت بيان سور لي زونكاجمون خصك تخلص عاوتاني والكليب راه كيبقى على حسابك انت ماشي على حساب الوزاره
الدعايه اللي غدير على حسابك انت ماشي على حساب الوزاره. اي حاجه غدير عندها علاقه بالدعايه كتكون انت اللي كتكلف بها. صافي تجي الدعايه اغلى من الانتاج ديال الالبوم، انت راك عارف هادشي، يوتيوب والكليبات اي تو راه 3 فوا الثمن ديال هذا. اني واي يعني هذا هو ماشي المشكل. انا كنظن بان اوجوردي لو فري بروبليم ديال الدعم وعلاش هذا المشكل نايض سي كو اصلا البيدجي اللي كيتعطى للموسيقى، الدعم ديال الموسيقى اللي كيخرج كل عام مليار و400 مليون بالنسبه باش ترضي المغاربه كاملين، الموسيقيين والملحنين والكتاب والمغنيين والجمعيات الفنيه والمنتجين، راه سي امبوسيبل. دابا انت كتشوف انه هذاك مليار و400 غير كافيه للفنان. لا غير كافيه وغير كافيه وبزاف. الوغ سكي في واخا اللجنه تبغي تعطي ما عندها منين غتعطي. دابا تقبلوا مثلا واحد 140 154 دوسي يعني يعني عندها بيجي ديال مليار و400 مليون. يعني غنجيبك انا مثلا 400 دوسي باش غتكمل انت لو غيست. ما يقدكش يعني مليار و400 راه يلاه يلاه خاص البيجي يتزاد. واخا المغاربه فاش سمعوا مليار و400 راه خلقات واحد النوع كبير، كاين الناس اللي ما فرقوش كيسحبوه دعم للجائحه. يعني خداوها الفنانات. توضح لي هذه النقطه ملي. لا هاد العام نشرح لكم دابا الوزن. يعني الناس فهموا على انها لا غنشرح للناس، غنشرح للراي العام كومون سا سباس. دابا الناس خصهم يفهموا واحد الحاجه. وزاره الثقافه كل عام من 2008 ولا من 2009 كتخرج هذا البيدجي. هذا البيدجي فين كيمشي؟ كيمشي كيدعم الانتاجات الفنيه. كل عام كيديروا ابيل دوفر. هذاك الابيل دوفر فيه خاص بالمسرح وفيه الناس ديال الفنون التشكيليه وفيه الناس ديال الموسيقى. حنا كموسيقيين كيعطيونا واحد الدوسي. ذاك الدوسي فيه عده ابيل دوفر خاصك توجد. توجد فوالا توجد الكونديداتور ديالك، تحط لي زالبوم ديالك، تحط المسائل. الا تقبلتي كتاخذ داك البيدجي باش كتصوب ديك العمل اللي انت سينيتي عليه. كتاخذ غير 50% ديالو وكتسنى واحد المده ديال 3 شهور 4 شهور 6 شهور دي فوا كتبقى حتى 8 شهور عاد كيكملوا لك لو غيست. صافي دير انت ديك المده كلها كتميزي انت من جيبك. اون فان كونتر كيتسمى دعم، هو في حد ذاته سميتو دعم. كيعاونك ماشي انا اسمح لهم يمشي في التطوير الى المره الجايه ما خليش درنا مجهود خدمنا لا ماركت وفي الاخر قول لنا ما نخدموش غتسالي. انا سمحتي بكوفيد انت غتشتي
الظرفيه لا تسمح انك تسامح على شي حاجه. لازم نخدم لازم نخدم حيت عندي مسؤوليات، حيت عندي ناس مونجاجي معاهم، عندي 12 كونترا غندير ديك لي كونترا لازم نخدم. لكن الناس فلوس الناس تونجاجاو معايا سي كومبليكي. هذيك كنت انا بوحدي كشخص يعني ما متابعني حتى شي حد نقدر نقول اوكي سمح فيها نخليها للناس الاخرين، ولكن من غتخليها؟ اصلا ما كاينش اللي غتخليها، انت ملي كتلاح الدعم ملي كتحضر لا لا ما كانوا قالوا لي الدوله كتقدم لي شي حاجه ما ياخذهم ويحاول يعطيهم فاكون صعب الطريقه اللي انا اللي عارف ملي كيدوز الدعم كتقبل كتمشي انت هي كاين كونترا كتسيني عليها ديك كونترا ما كتسيني عادي كتاخذ الفلوس الا انت سمعتي بالفلوس اللي كتهضر خرج في طلب خاص اللي كتهضر عليك كتهضر شي حاجه اللي واقعي انا مثلا خرج لي واحد ولد يجي غادي ناخذ دوك الفلوس غنطرح المسامر ديال الناس وكل اللي كتسنى لي عندي كرا اللي عنده اللي باغي داك الدخل خاص يقول لي اخويا اسمح لي انا تبقى ولكن اكثر من راي ديال اي واحد يعني كون كنت بوحدي نقدر نديرها انا ما نقدرش الاعمال المستقبليه انا كما لاحظت ملي كنت خرجت صاري الفلوس كان عندي اعمال فوق بزاف ديال القطاع خاطي ديالي انا كل ما كنت نحطو اغني فوالا ولكن ساءت الاقدار ديال كوفيد 19 حسنا الخدمه كلها مشيت اوتوماتيك وتحبست الخدمه دابا جو بو با دابا ما نقدرش نقول لكم شنو غادي يكون انا الاغاني عندي صراحه واجدين كنصور كليبات وعندي فيديو وعندي بزاف الامور ولكن دابا جات وقفت كلشي باسكو اولا انا على حسب شي اللي كنفكر في الناس كاين واحد الجو مقهر الناس ما عندهمش يعني قابليه فين غادي يسمع ولا تلا بروموسيون فين غاديرها ومع من غاديرها المهم كاين واحد الجو غير ملائم باش تخرج شي عمل فني هذه لا فيجون ديالي انا كاين اخوان اللي خرجوا ويصفر لهم انا بو موا جو بونس كو سي با لو بون مومون بور سورتيغ كوا كو سوا سيرتو كو دابا في هاد الحاليه في هاد الترفيه الحاليه كاين غموض دابا حنا كنشوفو كل مره كنقولو تصريح مره سدوا مره حلوا مره غتحلوا تطور الحاله الوبائيه هذا الشيء اللي كاين يعني صافي ديال باقي كاين توترات متابعين دابا يعني شنو خوف من المستقبل شنو خايفين من المستقبل سي بور سولا قلت لك انا كنخرج الدعم ما نقدرش نحرم الناس منه حتى واحد ما ضامن تنخدم سي خمس سنوات تو با لوغ دير نو حبسو سي بو بلي راه باغي يعطي باسيو في اكس ولا في كريك داك تسمى حقي ما عطاه لي تو هذا حقي عطيت واحد الدوسي داز تقبل مرحبا ما تقبلش مرحبا انا مقلق حيت ما تقبلش خلاص ديما مقلق انا بالعكس اللي بقى فيا بزاف هو الناس اللي وعدتهم بالخدمه وانا رجع بيدي يا خاوي هذا الشيء اللي كاين اما كون كانت عليا انا بوحدي الحمد لله حنا نساير هادشي هذا الضوء الحمد لله مستوره والحمد لله حنا الدومين بدينا فيه شحال هادي قبل ما يكون لا دعم لا والو دابا الحمد لله اللي ولا دعم الوغ انا المشكل كبير ديال الدعم باش نرجعوا للموضوع ديالنا خاص البيجي خاص البيجي فريمون خاص ما يعرفش ما يعرفش تدخل في الناس هادي ثانيا خاص يتحلوا الناس وخاص يتحلوا الحق وخاص الثقافة كلها تحلوا ترجع ويديروا نفس السيستم اللي كيديروا كاع قطاعات اخرى تابعوا الوقاية وهذا الانسان يخدم اسكو انت كتسد بحال هكا راه صافي هكا راه ما غادي تأدي فين ما غادي تأدي حتى شي ما عاد حتى شي يطلق يعني الباب مسدود وكثر ما هو مسدود نتمنى ان ربي يرفع من الوباء ويجينا كما نتمنى على خير كما جيتي من اخر الجمهور باش تجي الوغ كلمة أخيرة شحال نقول لكم نتمنى إن شاء الله نتلاقاو في فرصة جميلة ويكون إن شاء الله عندنا تلاقاو جديد مع علائي وتكون فرصة موضوع اخر وتكون شي حاجه بلو كيفاش نقولوا حنا ايجابيه على هذا الجو اللي حنا فيه دابا ديال كورونا وكوفيد 19 هذا اللقاء ديال الدعم شكرا لك على التوضيح هذا كامل لانه وضح لنا غادي نبدا اللقاء مشاهدينا الكرام تنهي نقطه اللي غادي نقول لكم الحوار ديالنا في النهايه ديالنا كنبغي نكون عندي حوار اخر تبقى معنا